استاذ احمد. هو طبعا متفق مع الاستاذ عماد، لكن نفس الكلام انه في حاجات مش هتحصل الا بالتراكم. يعني على سبيل المثال لسه كنا بنتكلم على المراه مثلا، شوف خدت حقها في التصويت والترشيح، مش ترشيح بس، التصويت كمان سنه 56 57 كان عندنا اثنين نائبات، حكمه ابو زيد وعائشه راتب، لا روي عطيه وامنيه شكري وامينه شكري. وامنيه شكري. وصلنا الى في برلمان 60 الى 6، رجعوا تاني في برلمان 64 لغايه ما وصلنا الى 30 امراه في برلمان 79، وبعد كده طعن عليه بعدم دستوريه بحجه التمييز بين فئات المجتمع واتلغى، ورجعنا الى النص بقى حصلناه في الدستور، يعني نص ال 25% ده نص دستوري مش قانوني. مظبوط. فالمجتمع بينمو بتطور لوحده لغايه ما نوصل الى المرحله اللي ما نشوفش فيها لا مال سياسي بيتدخل ولا تاثير على الفقراء في الدعم اللي بيستغل احتياج الناس، ولا الشغل اللي فيه مراهقه سياسيه في اللي بيحصل قدام اللجان من محاوله التشويش على المرشحين الاخرين ومحاوله حتى الحشد بما يدي انطباع انه انت قدام مرشح جماهيريا عنده شعبيه طاغيه على خلاف الحقيقه، الى يعني بعض الظواهر اللي فيها ازعاج للمواطنين، ميكروفون او كسر الصمت الانتخابي، الحاجات اللي زي ما قالت اللجنه ما بتاثرش على صلب العمليه الانتخابيه في مضمونها، لكن عامله تشوهات او بعض تشوهات المشهد العام. الى اي مدى استاذ احمد حضرتك شايف ان من خلال حتى المرحله الاولى ونتائجها ان المواطن بقى عنده قدره للعقاب؟ يعني المواطن بيعاقب هذا المرشح ما بيدروش صوته، وشفنا نماذج معينه في اماكن معينه سقطوا المرشح ده ما بيدروش صوته، والنهارده يمكن النهارده عملوا كمان دعايه زي كده يعني. ودعايه مضاده للمرشحين في المرحله الاولى، كان يعني حجم الانتفاخ اللي كانوا فيه وعندهم يعني داخلين الانتخابات وعندهم يعني انطباع انه المساله منتهيه، وما شفناهمش نجحوا. يعني الناخب عاقبهم زي ما حضرتك بتقول جزء من العقاب بالتصويت الاحتجاجي اللي فيه ابطال الصوت، ودي نسبته يعني مش قليله، نتمنى برضه انها تقل ويبقى عندنا مرشحين اصلا مرشحين عندهم قدره على اقناع الناس انه فكره ابطال الصوت دي ما تبقاش موجوده. لكن برضه كله محتاج شغل تراكمي في التعليم والثقافه والاعلام طبعا، لا لازم ده خلال السنين اللي جايه، ده يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده ممكن يبقى جدول اعمال الاعلام والتعليم زي ما قدرت البلد كلها مجتمعات مدني مع دوله انها تخلق وجود للشباب، وشباب يرجع ويشارك بالزبط. ويترشح ويروح يدلب صوته بالزبط. ان شاء الله في حاجات تانية ممكن كمان تتحقق يعني. لكن احنا كشعب وصلنا الى مرحله نبقى مبسوطين باللي احنا وصلنا له ونراكم عليها بقى ونبني عليها تاني. عظيم. مش نقف عند السلبيات الموجوده ونبقى دي بس ده اللي شايفينه من العمليه الانتخابيه. لا في بعض مظاهر المال السياسي، في بعض مظاهر استغلال احتياج الناس، بس مش دي الصوره الكامله للمشهد الانتخابي. احنا اللي كنا بنعاني منه ما عادش موجود، التدخل الاداري، تدخل السلطه التنفيذيه في انحياز لحزب معين، التسويد والتزوير والبلطجه، كل ده ما عادش موجود. نبني بقى ونراكم على اللي احنا وصلنا له عظيم لغايه ما نوصل اللي احنا كنا بنتكلم عليه.